نبدأ بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح واللي من أبرزها توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وكمان إنشاء مقبرة الخالدين تضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن. ايضا امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع مع اعضاء مجلس اداره اتحاد الصناعات المصريه وعدد من رؤساء الغرف الصناعيه ومسؤولي المصانع والشركات في عده قطاعات. ايضا تم استعراض عدد من المقترحات والتوصيات اللي بتسهم في تحقيق مستهدفات توطين وتعميق الصناعه. أخبار كتيرة تصدرت الاهتمامات امبارح، أبرزها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023. كما وجه الرئيس بإنشاء مقبرة الخالدين في موقع مناسب لتكون صرح يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضاً متحف للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهد متجدد على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العظام وتراثها ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعدد من رؤساء الغرف الصناعية ومسؤولي المصانع والشركات في عدة قطاعات، وتم استعراض عدد من المقترحات والتوصيات اللي بتسهم في تحقيق مستهدفات توطين وتعميق الصناعة. امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمطار القاهرة الدولي المهندس محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق اللي بيزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لترأس اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع بحث فيه فرص تعظيم الاستفادة من الثروة التعدينية بمصر في توطين الصناعات التكنولوجية الدقيقة، وأكد رئيس الوزراء إن الدولة بتبذل جهود كبيرة للاستفادة من الثروات المعدنية في مصر على النحو الأمثل اقتصادياً، خاصة خامي الرمال البيضاء والكوارتز، إلى جانب العمل على تعظيم القيمة المضافة من الصناعات القائمة على الثروة المعدنية. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة للشائعات اللي ترددت حول تخصيص رابط لصرف إعانات نقدية بقيمة 8500 جنيه لكل مواطن، وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن كل هذه الروابط مزيفة وغير صادرة عن وزارة التضامن، وإن كل المنح والمساعدات اللي بتقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدود الدخل بيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو عبر منصتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. امبارح شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي اللي بينفذه الأسطول الجنوبي، وده في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. تضمنت المراحل عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، وظهر خلال مراحل المشروع مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي والمهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.